لم يستبعد ملك نادي موناكو المتوج بلقب الدوري الفرنسي ديمتري ريبولوفليف إمكانية رحيل نجم الفريق كيليان مبابي إذا ما أراد الأخير الانتقال إلى ناد آخر. يأتي هذا التصريح بعد أيام فقط من تتويج موناكو باللقب المحلي ونجاح نجوم الفريق في الاستحواذ على أبرز جوائز الموسم الكروي في فرنسا، على رأسهم مبابي الذي أحرز لقب أفضل لاعب واعد. وأضاف ملك نادي الإمارة في تصريح اليومية لكيب أن الفريق يبحث عن مواصلة مغامرته الناجحة من أجل الوصول إلى القمة محليا وقاريا. ذكرت يومية مارك أن حارس المرمى دافيد داخية طلب من إدارة فريق مانشستر يونايتد التفاوض مع ريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل. ووفق مصادر صحيفة فإن الميرينغ يرغب في حسم الصفقة مبكرا هذه المرة بعد فشلها قبل نحو عامين بسبب عدم وصول المستندات في الوقت المناسب في اللحظات الأخيرة للميركاتو الصيفي في عام 2015. ووفق التقارير فإن صفقة انتقال حارس مرمى منتخب لاروخا قد تكلف النادي الملكي نحو صحيفة ماركا الإسبانية ركزت على اجتياز الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد تيو هرنانديز للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله لريال مدريد الموسم المقبل. ماركا تضيف أن الظهير الأيسر الشاب والمعارة من الروخي بلانكوس إلى ديبورتيفو ألافيس اجتاز الفحص الطبي بنجاح تمهيدا لانتقاله للمرينجي مقابل نحو 24 مليون يورو. وتضيف الصحيفة أن إدارة أتلتيكو كانت تفضل بيع اللاعب لبرشلونة، لكن الأمور آلت في الأخير لإدارة فلورنتينو بيريز التي تنوي رسميا إعلان الصفقة في نهائي كأس